المؤلفات الموسيقية. نسمع بقى، نسمع عبد العزيز بصوت عالي بقى. مفيش احلى من النسمه لما تكون مع عمر خيرت بقى بالظبط، يعني الميكس ده بيبقى شو رائع ملوش حل بالظبط. اللي بيستمتع طبعا بالحاجات دي تبقى جميله بالظبط. رمضان واجواء رمضانيه واللمه، واللي كلنا بنستنى اكيد رمضان من السنه للسنه علشان نشوف اصحابنا وقرايبنا اللي ما بنلحقش من زحمه الشغل والحياه والضغوط نقابلهم فعلا، سواء في الشغل سواء بره سواء في اي مكان. فعلا اللمه هي سمه رمضان الغالبه يعني. بالظبط. والحقيقه ده مش بس في مصر، لكن كمان في الجزائر مجموعه من الشباب بيحاولوا ان هم يعملوا يحيوا الاجواء الرمضانيه دي، وبيتجمعوا عشان يحضروا الاكل ويجمعوا الناس ويعملوا افطار جماعي. خلينا نشوف. الكل طبعا بيحاول يتجمع، والجزائر كمان نفس الفكره في مصر كمان. هنتابع التقرير مع حضراتكم. تحت شعار تحلى اللمة يتجمع الصائمون وسط العاصمة الجزائرية قبيل الإفطار بساعات قليلة في انتظار أذان المغرب ليتناولون إفطارهم على موائد كبيرة في شارع ديدوش مراد الذي يغلق أمام حركة السيارات. تهدف المبادرة التي نظمها المجلس البلدي للجزائر الوسطى إلى توحيد صفوف الجزائريين، حيث يجتمع صائمون حول موائد عامرة بأشهى المأكولات والحلوى لتناول إفطارهم. الهدف كما قال شعار تحلى اللمة، وهذه مبادرة في شهر رمضان تضامنية تأخوية تعائلية. شارك في الإفطار الجماعي أحد نجوم كرة القدم في الجزائر وهو فوزي غنيم، الذي سبق وأن لعب لنادي نابولي في إيطاليا كما لعب في المنتخب الجزائري. كي تلمينا اللمة هذه عجبتني، أنا خليت الدار خليت وجيت لهنا على جال اللمة هذه. إن شاء الله ربي يدومها علينا، إن شاء الله دائما نكونوا فرحانين، وربي يستر بلادنا إن شاء الله دائما تكون الازدهار إن شاء الله. وفي مدينة البليدة نظم إفطار جماعي آخر للأسر المحتاجة في الاستاد الرياضي، حيث أعد متطوعون الطعام ورحبوا بضيوف الرحمن. من الجزائر، الأجواء الرمضانية أحيانا بتتشابه في دول كتيرة جدا، وفي العاصمة البوسنية سراييفو وكمان بنلاقي أن وقت المغرب ومع غروب الشمس ووقت الإفطار المآذن طبعا كلها بتضاء، وعشان طبعا نهاية الصيام والعاصمة بتدخل بشكل جميل جدا في أجواء احتفالية خاصة. بالظبط، يعني بتتلألأ شوارع المدينة بالحشود، بتظل المقاهي مكتظة طوال الليل لتستقبل طبعا المصلين بعد عودتهم، طبعا تستقبل المصلين يعني المصلين بعد عودتهم من صلاة التراويح. كمان كل الناس بتشارك في فعاليات ثقافية دينية، منها قراءة القرآن بشكل جماعي. كمان وجهت الدعوة العديد من قارئي القرآن والرسامين من العديد من البلدان للقدوم إلى سراييفو للاحتفال بشهر رمضان معانا. وفي أحد المقاهي المفتوحة في وسط العاصمة أقيم مسرح لاستضافة برامج رمضانية خاصة كل ليلة منذ بداية الشهر الكريم، وبتقدم فرق من عدة دول الأناشيد الدينية بلغات مختلفة منها البوسنية، وده طبعا بيسعد الحضور الموجودين في البوسنة. كمان في رسامين بيقدموا أعمالهم في قاعات للفنون الإسلامية. هي أجواء ما أروعها في العالم الإسلامي كله الحقيقة، مش بس في الدول العربية ولكن في الدول غير العربية كمان، ولكن الدول الإسلامية في العالم كله. وده معنا مع اخبار الكره والملاعب، نشوف ابرز المستجدات طبعا في الساحات الرياضيه، في زخم في الرياضه وفي كره القدم اليومين دول. نشوف بعد انتهاء